هذا يسأل فضيلة الشيخ، يقول: ما واجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل محبة أحد الصحابة أكثر من الآخرين مع اعتقاد فضلهم ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ محبة الصحابة واجبة وهي دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم نفاق والعياذ بالله، فلا يبغضهم إلا منافق أو كافر ليغيظ بهم الكفار، كما قال الله جل وعلا. والواجب لهم المحبة الخالصة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه جاءت في آخر آية المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني بعد المهاجرين والأنصار. حبتهم والاقتداء بهم وعدم تنقصهم أو تنقص أحد منهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لهم فضل عظيم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا لنا هذا الدين وبلغوه لنا، هم الذين نشروا هذا الدين في المشارق والمغارب بدعوتهم وجهادهم. فيجب محبتهم والاقتداء بهم والثناء عليهم، وكونه يحب بعضهم أكثر من بعض لفضل بعضهم على بعض لا بأس بذلك. أبو بكر رضي الله عنه حب أكثر من غيره، كذلك بقية خلفاء الراشدين، بقية العشرة المبشرين بالجنة. نعم.